كل شكر أكيد للزميلة رشا السيد على هذا التقرير المواكب أكيد لموضوعنا الرئيس في حلقتنا لليوم. أكيد موضوعنا اليوم مثل ما ذكرنا أعزائي المشاهدين حنتكلم عن مرض الصرع، أكيد كفانا وإياكم كل الأمراض، ولكن حلو أنه يكون عندنا خلفية عن جميع الأمراض، لأنه أهمية أنه يكون عندك خلفية عن أي مرض. صحيح. هذا ممكن يساعدك بالتعامل مع الشخص اللي عنده المرض. أكيد. أو يمكن تدارك بعض الحوادث اللي ممكن يكون لا قدر الله الدقائق الأولى من تدارك المشكلة ممكن يكون له سبب رئيسي في الشفاء أو العلاج بإذن الله. أكيد اليوم الدكتورة فوزية بامقدم استشارية طب مخ وأعصاب وصرع واضطرابات نوم لدى الكبار ورئيسة برنامج الصرع بمدينة الملك فهد الطبية حتكون ضيفتنا، وأهلا وسهلا فيك معنا في حياتنا. أهلا فيكم، شكرا. أهلا وسهلا فيك. يعني دكتورة فوزية، مرض الصرع أو مشكلة الصرع معروفة وبنشوفها وبنقرأ عنها وموجودة من سنين طويلة، لكن إذا رح نتكلم عن المفاهيم الصحية أو الطبية عن مرض الصرع إيش رح تقولين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الصرع معروف من زمان، يعني أكثر من 2000 سنة قبل الميلاد، وتوصف في كتب كثيرة، توصف بحركاته قبل ما ينعرف السبب هو إيش، فيقولوا إنه هو ممكن يتسير عليه حركات لا إرادية ويطيح ويغمى عليه لمدة دقيقتين وبعدين يصحى، فهذه موصوفة من سنين من زمان، واكتشف سببه في عام 1929 تقريبا إنه هو سبب زيادة الكهرباء. وللأسف فضلت المفاهيم هذه إلى الآن، الناس تتهم المصاب بداء الصرع، إحنا نقول عليه داء مش مرض إلا إذا توجد له سبب. فالناس لازالت تقول على المصاب بداء الصرع إنه هو مجنون أو مختل عقلياً للأسف، أو مريض نفسياً أو في عين أو جن واوا بسبب الحركات اللا إرادية، مع إنه هذه الحركات اللا إرادية طالعة من الدماغ أصلاً، يعني إحنا دماغنا فيه كهرباء، المعلومات تتنقل من الدماغ إلى الجسم ومن الجسم إلى الدماغ عن طريق الكهرباء هذه، بس سبحان الله هي موزونة بقدرة ربنا، أحياناً بتزيد بتسبب هذه المشكلة. بالضبط، لما تزيد زيادة مفاجئة تحصل هذه الحركات الإرادية على حسب فين موقعها، فلو كان في كل الدماغ يصير الصرع عام، اللي هو بيطيح وبيعض لسانه وعينه تتقلب على فوق. إذا كان في منطقة بس معينة يصير الصرع الجزئي، اللي هو مثلاً بس الإيد تهتز أو بس يلعثم في الكلام أو يفقد الذاكرة جزئياً، وهكذا على حسب وين المنطقة اللي تأثرت في الدماغ، فهو في جزئي وفي عام. ولو هالتعريف الحين إنه هو صار يعرف إنه هو بسبب زيادة الكهرباء بتطلع هذه التشنجات، وعلى فكرة أي واحد فينا عرضة إنه هو يجيله تشنج واحد في حياته، أنا أنتي وأي أحد. صحيح. ممكن يجيله تشنج واحد في حياته ما يسمى صرع، هذه تحت ظروف معينة، حالة نفسية شديدة. صحيح. قلة نوم أو غالبا اضطرابات نفسية أو صدمات نفسية، أغلب الأشخاص بيعانوا من مرحلة التشنج مفاجئ. تشنج واحد هذه ما نسميها صرع، إذا تكررت التشنجات مرتين أو أكثر هنا نقول عليها صرع ونبتدي عاد نفتش عن ايش السبب. طبعا انت ذكرتي جمله انه كل الاشخاص الطبيعيين او حتى اللي بيعانوا من هذا المرض عندهم مشكله زياده كهرباء بالدماغ، كيف يقدر الواحد يعرف انه مثلا الاضطرابات هذه ممكن انها توصل لمرحله الصرع، او انه مثلا انا اساسا اعاني من زياده كهرباء بالدماغ؟ هل ممكن الشخص بحد ذاته يقيم حالته النفسيه انه انا او حالته الصحيه عفوا انه هو يعاني من مشاكل صرع واحتاج اني الجا لطبيب، او مشاكل جينات وراثيه؟ يعني كيف ممكن الشخص بحد ذاته أنه يقدر يعرف أنه أنا أحتاج أني أتوجه إلى طبيب أعصاب، ممكن أنه يكون عندي مرض الصرع؟ أول ما تجيله التشنج لو كان أول مرة في حياته هو لازم يروح على طول الإسعاف من مرة واحدة أول مرة تشنج. بس لو كان أنه عنده في الجهة الأخرى، لو كان عنده معروف أنه عنده صرع والتشنجات بتتكرر عليه، فلما يجيله تشنج في البيت ما يضطر يروح للإسعاف إلا لها حالات معينة حنقولها بعدين متى يروح للإسعاف. المصاب بالصرع خلاص عارف، لكن لو أي أحد فينا جاله تشنج واحد لازم يروح للإسعاف، لأنه ما يدري هو هذا يدخل ضمن صرع وفي عنده سبب له ممكن يتعالج وقته. يعني مثلا عندنا مريض سكر، نزل السكر عنده إلى حد واطي جدا وتشنج، فهذا لازم يروح أصلا للإسعاف، لأنه حيكون عنده سكر ناقص لازم يأخذ سكر عن طريق الوريد، لأنه هو مغمى عليه ما حتقدر تعطيله عن طريق فمه حيشبك، فلازم يأخذ عن طريق الوريد السكر. طاح وتعور لازم يروح على يعني جرح عميق في رأسه أو في جسمه لازم يروح على الإسعاف ويسويها. فأول تشنج لازم على الإسعاف، لازم يروح الإسعاف ويشوف. هنا بالإسعاف يبتدوا يأخذوا تاريخ الحالة حقته ويشوفوا إذا وراها أسباب ولا لا، ويبتدوا يسووا متى نقول إحنا هذا تشنج واحد ما تحتاج علاج أنت يا بني آدم. لما يكون تخطيط حقه سليم، الأشعة الدماغ سليمة، تحاليل الدم كلها اللي تسوت في الإسعاف سليمة،
هنا نقول له تشنج واحد ما نحتاج نعالجه. يعني في التشنج الأول يحتاج أنه يكون عنده كل هذه الإجراءات عشان يتأكد أنه هو ما عنده أشياء ممكن أنها تتكرر بعدها. لازم يسوي هذه الإجراءات في التشنج الأول. بعد كذا عاد تكرار التشنج إذا ما عنده أي شيء حصل أنه تكرر التشنج وما تقدري تقولي متى يتكرر. يعني ممكن يتكرر في نفس الليلة، ممكن من بكرة، ممكن بعد شهر، ممكن ما يتكرر أبدا. كانت ظروف وانتهت صحيح. يعني خلاص فممكن ما يتكرر أبدا، فبالتالي ما يحتاج علاج طويل لأنه علاج الصرع علاجه طويل صحيح. مش تخديه أسبوع ينتهي صحيح. صحيح. طيب دكتورة فوزية، يعني خلينا نتكلم عن الجانب الوراثي في هذا الداء زي ما حضرتك تفضلتي وسميتيه، ما حبيت أنه إحنا نطلق عليه بمرض. العامل الوراثي قديش بيلعب دور في هذا الموضوع؟ إذا كان أب يعاني من هذا الداء، هل من الممكن أن يكون أولاده ينقل لهم هذا الموضوع أو العكس إذا كانت الزوجة؟ سؤال أو إذا كان تاريخ العائلة؟ لأنه في كثير يقولوا أنه هو وراثي. هو 60% من الصرع ما ينعرف الأسباب، لا وراثية ولا أسباب في الدماغ ولا أسباب خارج الدماغ في الجسم. ف 60% هذه ما لها سبب. البقية جزء بسيط منها اللي تعرف جيناته. حتى 60% الحين العلماء قاعدين يدوروا على جينات، هل ممكن تكون لها جينات أسباب متكررة يعني إيوه. فهل هي ممكن تكون جينات أو شيء يمشي في العائلة؟ القليل منه هو اللي فيه وراثي ومتلازمات، مش تشنجات بمعنى تشنجات لحالها، في متلازمة يعني يكون مع التشنجات أشياء أخرى مصاحبة مصاحبة لها. فهذه تكون ضمن عائلة، يعني ممكن يكون العائلة فيها كذا فرد من الأجداد، مش لازم يكون في الأب والأم. صحيح. فكروموزومات وجينات تتناقل تنحمل من الأجداد صحيح. فهذه هنا بندور عليها. البقية لا، يكون لها أسباب داخل الدماغ، مثلا زي ورم، جلطة، تشوه خلقي، نزيف، حمى شوكية، ضربة شديدة، وللأسف حوادث السيارات يعني أكثر شيء عندنا من ضمن الضربات اللي تسبب الصرع عالية النسبة. خارج الجسم أمراض الكبد، الكلى، زي ما قلنا نقص السكر، نقص الأملاح زي الصوديوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، لما ينقصوا في الدم ممكن يعملوا تشنجات. مخدرات وكحول ممكن تعمل تشنجات أكيد. هي لأضرارها اللي أساسا سيئة ممكن أنها تسبب هذه الأشياء. طبعا إحنا نعرف دكتورة أنه غذائنا هو أحد الأشياء اللي ممكن تسبب لنا أمراض أو تسبب بشفائنا. أحيانا في بعض المواد الغذائية أو نوع طرق من الأشياء اللي إحنا بنستخدمها أو نتناولها يكون لها مسببات. هل ممكن أن يكون للغذاء عامل أساسي في وجود أو تحفيز الصرع في الشخص المصاب؟ نوعية الغذاء مش ما لها علاقة بتسبب التشنجات عند المصاب بالصرع أو تحفيز إيه، بس متى يصير؟ لما يكون زي كذا الصيام طويل يعني فترة طويلة، زي الحين داخلين على رمضان، دائما نقول لهم تسحروا قبل الفجر، ما تأكل الساعة 12 واحدة وبعدين تصوم لين ثاني يوم الساعة 7 إلا ربع يأذن المغرب. الصيام الطويل هذا يقلل السكر في الدم فيحفز الكهرباء تزيد في الدماغ. حتى اللي ما عنده سكر يعني حتى اللي ما عنده سكر بس عنده تشنجات، لو نقص السكر الدماغ اصلا بيتغذى على السكر فممكن يصير عنده تشنجات تزيد. في من الجانب الاخر بالعكس، في عندنا حميه غذائيه كيتونيه اللي هي بتساعد على علاج الصرع بالذات عند الاطفال، اللي هي بيعطوا فيها الدهون اكثر من البروتينات ومن السكريات، نسبه قليله 10% بروتين وسكريات، 90% دهون، تساعد على الغذاء، تساعد على شفاء من الصرع زي الادويه. سبحان الله. فهذه حميه كيتونيه، كويس انك جبت سيره الغذاء لانه هذه مهمه جدا وتحديدا عند الاطفال. فهد سووها يمكن عند 35 مصاب بالصرع من الاطفال، والنتائج 98% ما شاء الله استجابوا للعلاج ما شاء الله. وهي تعتبر علاج لانه بعد سنتين ثلاث سنين ممكن توقف الحميه الكيتونيه. طبعا هذه مصاحبه مع الدواء، يعني مش مع الدواء. لازم يكون في علاج دوائي وايضا زي علاج زي كانك تضيفي دواء على دواء، فتضيف الحميه الكيتونيه مع الدواء حقه وبيستجيبوا لها استجابه كامله. فهذه حميه كيتونيه غذائيه بيستجيبوا لها. جميل. لكن نوع غذاء بحد ذاته انه هو هذا اللي يسبب الصرع. انا قصدي لايف ستايل او يمكن طريقه غذاء معينه يمشوا عليها قد تساعدهم الى الشفاء، واحيانا ممكن يكون سوء تغذيه قد تساعدهم مثل ما ذكرتي. التغذيه مهمه لانه انت بتنقص الاملاح اللي قلنا عليها. الاملاح والفيتامينات اللي بتنقص ممكن تحفز على انه يصير عنده الواحد تشنجات متكرره. وعشان كده احنا مصاب بالصرع باستمرار سنويا نسوي له تحاليل دم من بينها الأملاح في الدم على أساس نشوف إذا كانت ناقصة نعدله هي، لأنه ممكن زي ما قلنا بس ينقص المغنيسيوم يفضل يتشنج وأنت تعطيه دواء تعطيه دواء تعطيه وما بيخف وما بيأثر لأنه السبب موجود. عنده مشكلة بس تعالج المغنيسيوم
المصاب. سبحان الله، يعني مسبب بسيط ولكن له تأثير قوي. صحيح. طيب دكتورة فوزية، إذا رح نتكلم عن الشفاء من هذا الداء، هل يوجد شفاء تام ولا هي ما هي إلا علاجات ومثبطات لهذا الموضوع لتمنع يعني حدوث التشنجات بكثرة أو من وقت إلى وقت آخر وتجعلها على فترات متباعدة جدا قدر المستطاع؟ كمان سؤال جميل، لأنه كثير ناس يقولوا إحنا جانا الصرع خلاص مش هنخف. لا، 70% بيخفوا. جميل. 70% يخفوا على دواء واحد. يعني يكونوا على دواء واحد يبتدوه في الوقت المناسب، بمعنى أنه لما تجيله التشنج عنده يروح على الطبيب الأعصاب يعطيله الدواء، 70% بيخفوا. بس يستجيب بيخفوا 70%، بشرط طبعا الدماغ يكون نظيف، ما يكون عنده تشوهات خلقية أو أورام أو مشاكل أخرى أو شيء. ف70% هذول يخفوا على طول. بقية 30% هذه النسبة لها علاج آخر، إما إضافة دواء آخر، وهنا يكون 13% تقل النسبة إلى 13% حتى يخفوا على الدواء، أو في العملية الجراحية. العملية الجراحية الحين لازم يتنوم هذا في وحدة مراقبة الصرع، وتبتدي تشوفي فين البؤرة، هل هو صرع جزئي ولا عام، لأنه لو جزئي احتمال كبير له علاج بالجراحة. فتبتدي تجيبي المصابة على الوحدة هذه، تخليه يتشنج، تشوفي التخطيط من فين طالع. هي دراسة متكاملة طبعا، تحتاج إلى دقة أكيد. وعندنا مراقبة صرع في مدينة ملك فهد الطبية في الشرق الأوسط، 16 سرير وحدة ما شاء الله في الوحدة مراقبة الصرع، وبتندرس بكل الاستشاريين حقون الصرع وجراحة الصرع والمتخصصين في الأشعة المغناطيسية للأعصاب، يعني متخصصين تماما، والأشعة النووية. فعندنا فريق كامل، وتندرس الفريق كامل، فيقرر وين البؤرة. إذا كان في عنده بؤرة والبؤرة هذه هي الوحيدة اللي تسبب التشنجات، احتمال كبير يصير لها عملية وتتشال البؤرة. وكمان تعمل عندنا عمليات كثير أكثر من ناجحة، عمليات طبعا ناجحة وكثير خف، يعني مش خففوا، وقفوا العلاج. عندي مرضى 5 سنين وأكثر موقفين الأدوية وخلاص، ولا تشنجات ولا أدوية ولا شيء. ما شاء الله، يعني مجال الطب في الصرع تحديدا بيتطور، ولكن احنا بنحاول دائما انه نتكلم عن كل الامراض على اساس اللي الاشخاص اللي ممكن ما عندهم توقعات انه هذه الاشياء موجوده، تقول لك لا هو تشنج عادي او سكر او خلافه. ولكن النقطه المهمه، لانه داركنا الوقت، سرعه الالتفات للشخص اللي اصيب بنوبه صرع، يعني الدقائق الاولى من انعاشه او مساعدته، كيفيه التعامل مع هذا الشخص عشان يقدروا ينقلوا بعدين المستشفى ويشرحوا حالته. طفل أو ناضج أو امرأة أو حامل أو مريض سكر، أيا كان التعامل معهم في هذه الدقائق الأولى، إيش هي الطرق؟ هذه مهمة، لأن أشياء بسيطة ولكن تنقذ حياة هذا المصاب. طبعا. يعني التشنج هو 2-3 دقائق، لكن افرض لا سمح الله طاح في مكان من مكان عالي وتعور تعويرة شديدة يعني. فهي إسعافات بسيطة. أول شيء لما تجيله نوبة لازم يمسكوا اللي جنبه، يمسكه يثبته، يعني يثبته عشان ما يطيح يعور نفسه. يعني يكون واقف جنب الطاولة ولا جنب مسبح ولا شيء، فينتبه يمسكه، يبعده عن أي شيء خطر حواليه، ينيمه على جنبه. ناس تقول لي يسار يمين، المهم اللي هو الأريح يتف عليها. يعني أصلا بينام على جنبه. ليش ينام على جنبه؟ لأنه وقتها وانتو بكرامه يسعبل، وممكن صحيح يطلع، وممكن يعض لسانه. الناس بتخاف من عضة اللسان، هذه أقل شيء تصير للمصاب. عضة اللسان هي أقل شيء تصير له، لأنه في جسمه بيصير أشياء متاعب داخلية كثيرة، فينحط على جنبه عشان تنزل هذه الإفرازات وانتو بكرامة على جنب الفم، فبالتالي ما ترجع على التنفس وتعيق تنفسه، ولا سمح الله تخنقه أو ترجع على الرئتين وتسبب. بس محاولة فتح الفم بقوة وأنك تحطي قلم أو أنك مثلا تخليه عض على فوطة، هذه الأمور يمكن لها مضار أكثر، ولكن أغلب الأشخاص بيستخدموها. يعني ممنوعة تماما، لأنه لما أول مرحلة يمر فيها المصاب في التشنج العام هي مرحلة الشد. مرحلة الشد حتى على أسنانه بيثبت كل شيء. عندي آباء جو يوروني أصبعهم، يعني عظمة الأصبع باينة لأنه حاول يحط شيء في فم ابنه أو بنته وهم في مرحلة الشد ما بيحسوا، فعضوا عضة شديدة لدرجة أنه انجرح وصار العظمة هنا باينة من كثر قوة الشد. طبعا. فما بيحاول، لأنه ممكن يكسر فك المصاب وممكن هو يتعور، فقط توجيهه على احد الاطراف، يخلي الافرازات ترجع على الرئتين، بالعكس بدل ما يساعده ممكن يضره ضرر شديد. فما لازم يحط شيء في فمه، ما لازم يحاول يفتح فمه، ما لازم يرش بالمويه ويضرب ويحاول يصحي. في ناس بتربط لما يرفس ياخذ وقتها، حتاخذ وقتها وتمشي وتنتهي 2 دقيقة. بس الدقيقتين هذول كل اللي علينا نسويه، نحطه على جنبه، نفتح اي شيء حوالين الرقبه، لو لابس نظارات نبعدها، لو كان شايل حمايته بس من كل المحيط اللي حواليه، حمايته انه ما يطيح
ولا شيء يعوي ولا يتأذى، وتحطي على جنبه بس عشان تفتح التنفس، تحطي مخدة أو أي شيء لين تحت الرأس تساعدي على فتح مجرى التنفس بس له عشان استقامة المريض. التشنج حيمر حيمر يعني مهما سويتي حتاخذ مرحلته، ممكن بعدها ينام مدة 10 دقائق ثلث ساعة حيصحى بعدها، فما تقلق الواحد يقول لا أنا أبغى صحيه وأغمى عليه. النومة دي مهمة جدا سبحان الله، لأنه بعدها زيادة الكهرباء الشديدة الجسم يتعب زي حالة صمود كاملة، يهبط كل الكهرباء هتلاقيه على طول يطيح يعني جسمه خلاص صحيح. يرتخي وينام. النوم دي مريحه فخلوه نايم بس يفضل الواحد يراقبه عشان ما يتشنج مره اخرى. صحيح. يعطيك الف عافيه دكتوره. معافيتك. يعطيك الف عافيه. اكيد دكتوره فوزيه بامقدم استشاريه طب المخ والاعصاب والصراع واضطرابات النوم لدى الكبار، وايضا رئيسه برنامج الصراع بمدينه الملك فهد الطبيه. شكرا لك. شكرا لك. اكيد شكرا لك. المعلومات اللي قدمتيها مهمه، واكيد الاسعافات الاوليه جدا مهمه. أكيد. الوعي في هذا المرض اللي نحاول احنا كاعلاميين واكيد هم كاطباء والورش العمل والاشياء اللي انتم بتقدموها نحاول نزيد هذا الوعي. شكرا لوجودك معنا، ان شاء الله نستضيفك الكلام عن مشاكل النوم ايضا ان شاء الله. شكرا لك دكتوره. أعزائي المشاهدين حنطلع لهذا الفاصل القصير ونستكمل معاكم فقراتنا. بعد الفاصل حيكون فقرة الشيف عبد الصمد الهوساوي، تابعونا عشان تشوفوا طبق اليوم.